السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأهلا وسهلا بكم، وأسعد الله بالخير أوقاتكم. أيزنهاور تبتعد عن اليمن، والإعلام الروسي يقترح دعم اليمن بصواريخ كيجال والأقمار الصناعية. وإلى التفاصيل، تراجعت حاملة الطائرات الأمريكية USS أيزنهاور أكثر من 200 كيلومتر نحو شمال البحر الأحمر بعد تعرضها للاستهداف من قبل القوات المسلحة وإصابتها بشكل مباشر يوم الجمعة 31 مايو 2024. ورصد مراقبون عسكريون تغييرا في منطقة هبوط طائرات الدعم اللوجستي الخاصة بأيزنهاور من نقطة قبالة منطقة أبها السعودية في البحر الأحمر إلى نقطة تبعد عنها 200 كيلومتر على الأقل قبالة منطقة جدة. ويأتي هذا الانسحاب على الرغم من محاولة الولايات المتحدة الأمريكية إنكار تعرض حاملة الطائرات التي تبلغ قيمتها نحو 13 مليار دولار للاستهداف، وجددت صنعاء استهداف أيزنهاور يوم السبت، إضافة إلى استهداف سفينة حربية أمريكية أخرى وإصابتها بشكل مباشر، كما أعلنت عن تنفيذ 4 عمليات ضد سفن تجارية تتبع شركات متضررة بالإمداد إلى إسرائيل. بدوره قال موقع دزين رو الروسي إنه بينما تدرس روسيا والغرب إجراءات انتقامية ضد بعضهم البعض خوفا من مزيد من التصعيد للوضع، يظهر أنصار الله اليمنيون بكل أفعالهم ولا يهتمون على الإطلاق بالهيمنة العالمية وخطوطها الحمراء. وأشار الموقع إلى استهداف القوات المسلحة اليمنية لحاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بمفاعل نووي، مشيرا إلى أنها ليست سفينة عادية بل هي تجسيد للقوة البحرية الأمريكية وأداة لإقامة النظام في أجزاء من العالم بعيدة عن الشواطئ الأمريكية. وأكد الموقع أنه مع درجة أكبر من الاحتمال فإن الأضرار التي لحقت بحاملة الطائرات ليست حرجة وسيتم إصلاح السفينة بسرعة، لكن هذا نذير شؤم بالنسبة للأمريكيين. أولا، اتضح أنه بامتلاك قطعة صغيرة من الإمكانات العسكرية يستطيع اليمنيون الوصول إلى أحواض الكيزة العائمة. ثانيا، تظهر بوضوح مدى عدم اهتمامهم بالتهديدات الصادرة عن واشنطن، فحتى لو استخدمت الأسلحة النووية فمن غير المرجح أن تساعدك في جبال اليمن، ولا يتعلق الأمر حتى بكلاب الصيد التابعة لأنصار الله. وفي استثمار العمليات اليمنية الجريئة لتهديد الغرب، قال الموقع إن البيت الأبيض يعرف مخاطر هذه العمليات لأن إيران ليست وحدها القادرة على مساعدة الحوثيين. واقترح الموقع على روسيا أن تقوم بدعم اليمن في مواجهته مع الهيمنة الأمريكية، وإذا أقدمت الدول الأوروبية على دعم أوكرانيا بالصواريخ لمهاجمة روسيا كما تردد خلال الأيام الماضية، فيمكن لروسيا الرد بتسليح أنصار الله بأحدث أنواع الأسلحة مثل صاروخ كيجال الفرد صوتي المخصص لتدمير حاملات الطائرات، واستخدام الأقمار الصناعية لتصويب هجماتهم على مجموعة حاملات الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية، وتقديم وحدات الاستخبارات اللاسلكية التابعة للقوات المسلحة الروسية لنصبها في الجبال اليمنية. طبعا صواريخ كيجال هو صاروخ باليستي يطلق من الجو ذو سرعة فرد صوتية، كشف عنه الرئيس فلاديمير بوتين في 1 مارس 2018. ووفقا للتصريحات الروسية يصل مدى الصاروخ إلى 2000 كيلومتر وسرعته 10 ماخ، ويمكن للصاروخ القيام بمناورات خلال كل مرحلة من مراحل طيرانه، كما يمكن تحميله حمولة حربية تقليدية أو نووية. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.